يبغي بيته يكون أحلى بيت، سواء الخطار يرميونكم البيت، يزورونكم ويشوفون الميالس الحلوة بالتصاميم الجميلة والألوان الأجمل. اليوم معانا المهندسة المعمارية ريم القمزية. مرحبا بك معانا. أهلا وسهلا. هلا ريم، حياك الله وتشرفنا بوجودك معانا في سما أفينيو. الله يخليك، مشكورة، أنا أتشرف بوجودي وياكم. ريم، خبرينا، ما شاء الله أنت تميزتي عن غيرك من المهندسين أن جمعتي بين الخط المودرن والتراثي، تكلمين عن هذا الموضوع. صح، أغلب تصاميمي تعتبر حديثة وعصرية، لكن أساسها مستوحاة من التراث العربي وثقافتنا الإماراتية. بالنسبة لي التصميم العصري مو ضروري معناته أن أنا جالسة أتخلى عن التراث العربي، بالعكس أنا أشوفه فرصة لإعادة تفسير التراث العربي وتقديمه بطريقة تتناسب مع متطلبات هذا الوقت وهذا الزمن. وين حسيت الطلب أكثر، على المودرن والكلاسيك؟ من تجربتي أنا أشوف أغلب عملائنا يميلون للتصميم المودرن، اللي هو بعيد عن التكلف، ما يكون وايد فيه زخارف، لكن طبعا أساس التصميم والتوزيع يكون يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. حلو. إنزين، في حالة إن في بيت جديد يا بولتيا يبغونك تصممينه، وفي بيت أوردي مبناي أوردي مصمم ويبغونك بعد تصممينه، شو الأسهل بالنسبة لك؟ طبعا أسهل أني أخذ مشروع من أول وديد، يكون مشروعي وفكرتي ومشتغلة فيه يعني من A to Z مثل ما يقولون. لكن مثل ما أنا دائما أقول، design is solving a problem، فبالعكس أحب أني أخذ challenge وأخذ بيت مثلا مبناي وجاهز ونعيد نرمم في البيت، نعيد التصميم، نضيف عليه، بس الأسهل طبعاً أني أبتدي من أول وديد، يكون كتحدي بالنسبة لك. فأنتي ما شاء الله تحبين التحديات، والدليل أنك أنتي ما شاء الله خدتي خط بعيد عن باقي المهندسين وتميزتي فيه، اللي هو التدمجين بين المودرن والكلاسيك. إنزين، الصالة أنتي كمهندسة معمارية كيف ممكن تصممينها؟ شوفي، الصالة في النهاية التصميم يعتمد على طلب المالك وكيف المالك يبغي يستخدم بيته وكيف طريقة حياته وأسلوبه. لكن من اللي أنا أشوفه آخر فترة، وايد ياسين نشتغل على فكرة الـ open plan living، أو الفراغ اللي هو يكون متعدد الاستخدام. الفراغ نفسه أو الصالة نفسها يكون فيها الصالة، وتكون فيها غرفة الطعام، ويكون فيها مثل مطبخ تحضيري للوجبات الخفيفة. فتحسين أن الصالة هذه تلم شمل العائلة. فأحب دائما في تصاميمي أقترح فكرة الأوبن بلان ليفينج، لأني أحس بها حلوة وتدمج كذا استخدام فتلم شمل العائلة، يعني مو بكل حد منفصل في الفراغ، مو بكل حد منفصل في فراغ بروحه. وحسيتي يوم انت اقترحتي هذا الاقتراح ان في قبول حق هذا الاقتراح؟ نعم. في ناس وايد قاموا يطلبون، هي وايد عليه طلب، وايد ناس يحبونه، وحتى يحبون الاوبن هايت، الاوبن سيلينج، الارتفاعات العالية. فبالعكس الفكرة وايد عليها اقبال. زين، بناء على الأعمار الموجودة في البيت ممكن بعد تصممين غرف الأطفال وأيضا؟ صح. خبرينا أكثر عن كيف تختارين. يوم نصمم البيت أحب أني أفهم من المالك، منو معاهم في البيت، كيف طريقة حياتهم، شو أعمار الأطفال، لأن هالمعلومات كلها تساعدني على أني أصمم تصميم يناسب طريقة حياتهم، تناسب أعمار الأطفال. ممكن حتى إحنا نشوف أن مثلا الأطفال في عمر إن مثلاً ما يبغون شيء وايد يعني يحدهم من ناحية الألوان، بيكبرون بيملون، فضروري نفهم الأعمار وضروري نفهم طريقة حياتهم على أساس إن نقدر نقترح لهم التصاميم اللي تناسبهم وبتفيدهم 5 سنين 10 سنين. إنزين، شو الألوان ممكن إنها ما تنمل، يعني مثلاً تكون هي لفترة طويلة والشخص ما يمل من الغرفة إذا كان يعني خص إذا كان في غرفة النوم؟ شوفي، بخصوص الألوان طبعا ممكن أنا أقول الألوان الترابية هي الألوان اللي الواحد ما يمل منها، بس ما في في عالم التصميم ما في قانون يقول لك أنه والله هذا اللون أفضل، هذا اللون تجنبي. كل حالة لها ظروفها وكل مالك له رغبات وفيجنز. ف يعني ما ألزم نفسي بألوان معينة،
كثر ما أنا أحاول أفهم العميل شو يبغي وأوفر له هذا أوفر له متطلباته بالطريقة اللي أنا أشوفها يعني تناسب. يعني ريم ما في ألوان تكون ترند كل سنة معينة؟ طبعا أكيد في ألوان ترندينج، لكن أنا أفضل أني أتجنب الترند، حاسس أن الواحد ما يحس أنه كل فترة مل من الفراغ، عرفتي؟ إنزين، المساحات الكبيرة اللي تكون في الميالس، إحنا نعرف أن نحن نحب دائما نخلق نوع من الحميمية في الميالس، صح. كيف ممكن أنت تخلقين هذا الجو؟ الفراغات الكبيرة صح ممكن تعطيك إحساس إنه ما في دفء، ما في حميمية في المكان، لكن وايد في أشياء أنت كمصممة أو مهندسة ممكن تسوينها. أول شيء ندرس توزيع الأثاث، توزيع الأثاث في الفراغ وايد يأثر على طريقة استخدامك للمكان، فنحاول أن نسوي يلسات ملمومة بحيث أن العائلة تجلس مع بعض بطريقة يكون فيها دفء، يكون فيها حميمية. الألوان مثل ما تونا تكلمنا، ممكن إحنا عساس نحسس الشخص اللي في المكان بالدفء والحميمية نستخدم ألوان هادية، ألوان neutral tones مثل ما يقولون. وعنصر أساسي في خلق هذا الشعور الإضاءة. الإضاءة جدا مهمة في الفراغ، لون الإضاءة، درجة الإضاءة ممكن تعطيك شعور ان انت مثلا متوترة في المكان، صح. وممكن يعطيك شعور ان انت لا بالعكس حاسب دفء، حاسب هدوء، بريلاكس، بريلاكسيشن. شو الإضاءة المناسبة للميالس؟ شوفي انا احب استخدم إضاءة متعددة الـ 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 يسمونها ديمينج سيستمز، تختاري هي او بالانجلش يسمونها مالتي لايرد لايتنج، يعني ما يكون مثلا السقف بس خلاص سبوتات وبس، لا نحط الإضاءة بدرجات وفي أماكن مختلفة في الفراغ، بحيث أن أنا يعتمد على طريقة استخدامي للمكان أطفي إضاءة وأشغل إضاءة أو أتحكم في درجة الليت، عرفتي؟ فعنا مثلا السبوت لايتس أو ممكن الليتات اللي تكون معلقة على اليدرات، أو ممكن حتى أكتفي بالإنارة اللي تكون لوس يعني على الطاولات. هذه بعدها درجة موجودة؟ أكيد أكيد أكيد، ويطلبونها الناس وايد في الميالس طبعا. إنزين، خبرينا عن الدرايش، شو وظيفتها أو شو اللي ممكن تغير في الديكوريشن؟ شوفي التصميم الحديث يستخدم النوافذ الكبيرة والدرايش الواسعة، وممكن النوافذ الكبيرة تكون وسيلة جميلة أن ندخل إضاءة طبيعية في الفراغ. الإضاءة الطبيعية تعطي المكان إيحاء أنه أكبر مما هو، وتخلق دمج حلو أو ربط مثل ما يقولون بين الداخل والخارج. لكن في جو مثل جونا أكيد الواحد لازم يكون حذر كيف ووين يحط الدرايش هذه. في بداية مرحلة التصميم نسوي شيء نسميه site analysis، ندرس موقع الأرض وندرس عناصر كثيرة من ضمنها مسار الشمس واتجاه الشمس، فبناء على هاي الدراسة احنا نحدد هذه الجهة أفضل نفتح فيها، هاي الجهة أفضل نتجنب، هاي الجهة ممكن مثلا نحط فيها درايش صغيرة بحيث أن أنا أدخل الإضاءة بطريقة تكون efficient وما أزيد الحاجة للتكييف أو استهلاك الطاقة والكهرباء. يعني ريم أنت شغلاتكم هذه تأخذ وايد وقت؟ أكيد تقريبا إذا أنت بيعطونك بيت تصممينه كم يأخذ منك؟ عادة خلنا نقول 6 شهور ممكن نأخذ من مرحلة التصميم إلى خلينا نقول ناخذ الموافقات وخلاص نمشي إن البيت جاهز ينبني. هذا طبعا إذا البروسس مشت بطريقة ستريت فورورد والموافقات يتنا على الوقت. إنزين، نحن تكلمنا أكثر عن يعني عن دخلنا في ديتيلز البيت وكيف يبنونه واختيار الألوان، بس ما عرفنا ريم ليش حبت هذا الخط. ربيت في بيئة تحب التصميم، عرفتي؟ وشوفي التصميم مش بس بيت، مش بس هندسة، التصميم ممكن حتى في اللبس، يعني to love beautiful things. فأنا ربيت في هاي البيئة، وأبوي في البداية كان بعد داخل في هذا المجال، في مجال المقاولات ومجال البنية، فكان هالكلام دائما أسمعه في البيت. فأتذكر كنت في الصف الرابع وسألتنا المدرسة شو تبون تسوون يوم تكبرون، وأنا ما أعرف شو هو المصطلح، فكنت أقولها أبغي أبني بيوت، فهي ضحكت لأنها تحرى
أتوقع أنها ضحكت لأنها كانت تتحرى أنه من العمال يعني أكون مش يعني انتقاصا من شغلهم يعطيهم العافية، بس ضحكت واستغربت من ردة فعلها. بس أنت ما كنت تعرفين ما كنت أعرف المصطلح. وسبحان الله دائما أقول يعني حد كحد يسألني ليش دخلتي الهندسة، ليش دخلتي architecture، أقولهم أتذكر من grade 4 أنا عارفة أن this is what I want to do. ريما القمزي شكرا لوجودك اليوم معنا، وشكرا على هذه المعلومات اللي إن شاء الله أكيد بتفيدنا وتفيد المشاهدين. العفو، وشكرا على الاستضافة.